الملف اليوم معروف اعلاميا بالملف ديال السي سعيد الناصري والمعاه تعرض على المحكمه في اطار تتمه النقاش المتعلق بالطلبات الاوليه واللي من خلالها يعني طلب من المحكمه المبكره الوقوف على مجموعه من النقاط اللي كيبان لنا ان من اجل وصول الحقيقه لابد من الاستجابه لها. من الامور اللي طلبنا اليوم هو استدعاء مجموعه من الاشخاص والشخصيات اللي اليوم يعني اما ذكرت او لها علاقه بالملف الاساس اللي طلبناها عليه هو ان الولي يثبت انه ما يقول هذا الرجل في هذا الملف سواء في حق سي سعيد الناصر او في حق الباقي واقصد بالذكر سي الحاج محمد بن ابراهيم رمادي الجنسيه اللي مدان اليوم 10 سنوات من اجل التجارة بدون مخدرات ما يقوله غير صادق فيه وغير صحيح ولا يمكن ان يتقبل عاقل. لذلك اليوم جميع النقاط اللي دلا بها هذا السيد في المحاضر ديالو والاتهامات اللي وزع على الاشخاص طلبنا من المحكمه التدقيق فيها وذلك بالاستماع لشهود الاشخاص الذين نؤازروا ومن بينهم سي سعيد الناصري واللي التمسنا باستدعاء اولا مجموعه من الاشخاص لتبرير المبالغ الماليه اللي موجوده في الحساب ديالو واللي تنقولوا بان هذه المبالغ تعود لاشخاص ساعدوا في فتره ما من الفترات ديال تولي فريق الوداد. طلبنا استدعاء اشخاص اللي عندهم علاقه بالملفات التي اودينا بمقتضاها اشخاص اخرين في الملف ديال التجاره الدوليه في المخدرات المتعلق بالكميه ديال 40 طن اللي تحجزات في 2015 واللي دانوا على الناس في 2015 اللي تفاجئ حتى 2023 عاد كيجي واحد السيد وكيعطيني روايه كيقول لي الشراء ديال واحد السيد يعني سميتو سعيد الناصري واللي هاد الناس سمعت لهم الفرقه الوطنيه في ملفات اخرى وسابقه وحددوا المخدرات اللي من تعود والاشخاص الذين مولوها والاشخاص الذين ادينوا بمقتضى ذلك. اليوم كنعاود نقول بانه حنا في البدايات تنعتقد انه لا بدينا مزيان غادي نساليو مزيان تنحاول ما امكن انه مع المحكمه الوقراء ان نؤسس هذا الملف يعني منذ بدايته على اسس صحيحه لنصل الى نتائج صحيحه وسليمه واللي لا يمكن ان تكون ان شاء الله الا تبرئه السي سعيد الناصري من التهم المنسوب اليه لان الايمان منا وهذا موقفه لا كنقول لكم في زيارتي له دائما هذا هو موقفه لا يلتمس ظروف التخفيف ولا يلتمس البراءه ايمانا منه انه يعني اقحم في الملف لا علاقه له.